ليه ليش ندول كيفاش فرضت روحها في المشهد الإعلامي المصري؟ والله فرضت روحي ما كما قولوا فيها أنت كيف يقولوها يعني شنو الوصفة السحرية اللي خليت ليلى بخاطر برشا نعرفوا أكيد راهو فما حاجة اللي ومناشدة في مصر في مصر معناها مصر هي والله خاطر مش كيما تمثيل كيما تنشيط هي بدايتها كانت قناة دريم يحبوا على تونسية وسورية ومصرية يعني موضوعي أوكي أنا مقدمة ونحب ندخل الإعلام وكل شيء لكن كما قلنا موضوع ما هوش سهل ديريكتو يسختو في مصر عادة جيت كي أنا قدمت في قناة دريم هما وقت يحبوا يعملوا برنامج هذية متاع التونسية والسورية والمصرية ودخلت فهمت يعني صحيح أول مرة كنت تجيك هكا الرفة وكل شيء كنت فما فورماسيون لديريكت دخلت مباشر أما ليت وقلت لي شهدت وقلت لازم يعني ما تميش كنت فما فورماسيون بيان سور تم ما عنيش منها الحكاية هذية نحن قنوات اللي تعمل فورماسيون على ذكر دريم نتذكر وقت دوب ما وقت أول ما فما النوميريك وقت نحن في دريم هيلا السرحان وقت كنت هيلا السرحان كلهم كل تشوف فيهم تو اللي طالع من هيلا السرحان صحيح اللي ستار الكل خرجوا من دريم معناها كيما التلفزة الوطنية نتاعنا صحيح لا بون بريفي ما معناتها نقصد المدرسة الأولى في المدرسة لا اللي المدرسة الأولى في النوعية الجديدة نتاع البرامج نتاع التولك شو خاصة البرامج نتاع التولك شو أنا هلا سرحانة 0375000 ولينا نغنيو فيها هذيك بديت في دريم وقتها نتفرج وقتها كانت دريم هلا شو وقتها من بعد مشيت الروتانا هلا معناها مش يوريك أنه قيمة القناة يبقى الاسم حتى كانت تطيح يبقى الاسم تو كيما نعطيك إكزامبل نجم نقارنها بحنا بعد في تونس حنا بعد بديت قوية وبعد عملت الشوت ومتاعك وبرشا خرجوا منها زاد ناجحين خرجوا منها كان الناجحين حنا بعد معناها شو وريك انا ممكن هذه حبيت المقارنه اللي نعملها ما بين حنا بعل ودريم انت قلت لها ماهيش ناجحه دريم اما يبقى اسمها مش ناجحه ما قاعده اي بارابور للقنوات الاخرين خاطر كثرت او القنوات مصر ساتيليت كاميرا معناها كي تحكي على مصر نايل سات كامله معناها تحكي على برشا قنوات دونك نتصور مش سهل تخدم في قناه كيما دريم بالذات خاطر دريم انه كي تكون خدمه فيها هلا سرحان بركه الاسم بركه يخوف لا لا شندول قلت بدينا مصريه وتونسيه وسوريه ومن بعد ما قعدتوش نفس التشكيله قعدنا برسك 7 شهور 9 شهور كيكا ديما يشوفوا يغزروا يعني انا من نوع بتكلم ياسر فهمت نتكلمني ياسر تونسية اي بتكلمني واحنا ثلاثة اكلي كل واحدة في جهة فهمت كيف وهما ديما يركزوا على اكثر واحدة انا اللي تلفت الانتباه انا اللي تتكلم انا اللي تركز انا اللي شنو بعد جاوني قالوا لي انت باش تبدا وحدك يعني انا كنت قدم مره الاولى في برنامج اللي هو النص الحلو يتكلم على قضايا المراه في الوطن العربي بصفه عامه اوكي قالوا لي باش تبدا وحدك كلي دخلنا ثلاثه جاتني صعيب ومباشر يعني انا من اول ما بديت مباشر وجاتني صعيبه باش نبدا انا من بعد وحدي على القليله كنا نهزوا بعضنا فهمت كلي شويه من بعد قلت اوكي باهي بديت وحدي لكن البرنامج مختلف عن الاولاني بعدت عن القضايا بالطبيعة نقدم في على المرأة بيان سور ونقدم مثلا نجيب فنانين نجيب ممثلين ابراج عندي نعمل فاشن شو نجيب ميك اب ارتست يعني كل شيء زاد يخص المرأة ومن بعد البرنامج هذية انتقلت لسيداتي أنيساتي ودخلت زاد رجال في الموضوع يعني انه مش نسي بركة يعني ما اهتميتش بركة بالمرأة فتحت شوي اي كنت فتحت شوي عرفتك شوي حليت اللعب اي اوفر اوفر قلنا ليه زاد رجال نعطيهم فرصتهم ما نقعدوش نتكلموا عن المرأة بركة وكذا كيف نهتم كيما نهتم بالمرأة نهتم بالرجل